السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحه جيده. مباشره من مدينه تمارا. رجاء كنقولوا للناس، كنقولوا للناس لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. هذه راه طريق كنشوفوا الناس كيحطوا في هذا العجب. لا قدر الله اخوتي، دابا كان جاي شي واحد، الناس اللي بلاصين في اليسر راه اللي في اليمين ما غيدوش. الا كان جاي شي واحد اللي جاي من هنا ما غيدوش. رجاء الا كان على البلاصاج راه كاين طرق باش توعي بنادم، كاين الديباناج، كاين مسائل اللي هي قانونيه. ما كنحطوش الحديد وسط الطريق، ما كنعمروا السطوله بالسيما ونديروهم وسط الطريق. الراعي والله يجازيكم بخير. هاد البلاصه هادي خاصها تشوير طرقي، هاد الكروازما هادي، لانه كيوقعوا فيها حوادث سير. شكرا الرضا على الالتفاته ديالها لهذا العمود الكهربائي اللي كان واحد الخيط كيشكل خطر كبير هنا. كنشكروا الناس اللي خدمات هذه الخدمه هذه، الله يجازيهم عنا كل خير. هنا الشيخ الضاوي والبرارك اللي فيه والديور اللي فيه والمدرسه اللي فيه، يعني مجموعه من الامور. انتم كتشوفوا الشيخ الضاوي كيفاش داير، خاصو واحد الالتفاته اللي تكون كبيره بطبيعه الحال، لان الشيخ الضاوي غيقول الكلمه ديالو في المستقبل ان شاء الله. كما كتشوفوا الاجواء هنا فهي جميله، خاص واحد الالتفاته، خاص شويه ديال الاصلاحات، خاص مجموعه من الامور اللي غادي تغير من المعالم ديالو. وحنا غادي في الطريق ان شاء الله، غادي ندوزو بكم في شارع الحسن الثاني. شارع الحسن الثاني اللي كان مبرمج انه ان شاء الله غادي يعرف واحد الاصلاحات كبيره وتوسعه كبيره ومجموعه من الامور. احنا غنمشيو فيه وغنعطيو فيه بعض الملاحظات وغنوريكم الجديد. الناس اللي كيمشيو في هذا الطريق راه ملي كتوصلوا هنا عندكم واحد قيف هنا، المواكبه الجماعه غائبه. ها انتما كتوصل هنا كتوقف، كنكملوا عندنا ميد نايت هنا. تحيه لخونا اللي ديما كيسول فينا من هنا، الله يسخر الامور. نقلبوا على اليمين، عندنا هنا البومبه ديال الشيل، وعندنا المديريه العامة الأمن الوطني المنطقة الإقليمية الصخيرة تمارا. تحية لرجال الأمن على المجهودات الكبيرة اللي كيقوموا بها، الله يسخر الجميع، نطلبوا الله تيسر الأمور. هذه اللي كيقولها طلعت الشيخ الضاوي، وكانت شي وقت جريدة هنا اللي كان شاد هنا الشيخ الضاوي، وكانوا فيها ولاد الشيخ الضاوي، يعني مجموعة من الأمور والمعطيات اللي كترجع لواحد الحقبة زمنية. إلا هبطنا هنا على اليمين، مشينا على اليمين كنمشيو للرباط العاصمة، كنمشيو لولاد مطاع، كنمشيو لمجموعة من النقاط حي الرياض. إلا درنا على اليسر الطريق الأولى الفوقانية كتهبطنا للهرورة، والثانية كدينا عبر الشارع الحسن الثاني هو اللي غنمشيو فيه دابا إن شاء الله. كنتمنى وهذه رسالة للرئيس الجماعة ديال تمارا، بغينا نشوفوا مدارات بمستوى عالي. والله العظيم يحز في النفس ملي كنمشيو لشي مدن وكنشوفوا داك الزواق وداك الديكوراسيون اللي كيخدموا عليها دوك الناس، حويجات بساط كيعطيو واحد الجماليه لديك المكان وكيربطوها بالتاريخ وكتعطي واحد الحاجه زوينه. انا بغيت نشوف غير شي رون بوان في مدينه تمارا، لا شي حاجه اللي تعشق توقف حداها وتبقى تشوف فيها. انا ما كنضرش غير القهوه. هنا الطريق كنشوفوا تصدعات، هنا في الطريق على اليمين هنا في شارع الحسن الثاني. فكنتمنى من الله انه تكون شي التفاته لهذا الشارع في القريب العاجل. وهنا كنشوفوا الوليدات في اليسر، راه غاديين امواج بشريه هنايا وما كاينش البارير اللي كيحميهم هنا. فكنتمنى تكون شي التفاته عاوتاني، لان البارير اللي دار اول مره واش شحال من سنه هذه، واش واحد 20 عام ولا الله اعلم، فراه باقي هو طاح اللي طاح وبقى اللي بقى، وهادشي راه كيشكل خطر على الوليدات. نطلب الله تيسر الامور، وفي انتظار انطلاق الاشغال الرسميه ديال شارع الحسن الثاني بمدينه تمارا. غادي نواكبوها معكم ان شاء الله خطوه بخطوه، ونشوفوا اناره اللي كتليق بمستوى ديال المدينه، لانها كارثه بكل ما تحمل الكلمه من معنى في هذا الشارع هذا والاناره ديالو. وتقدروا ديروا دويره غير من الرون بوان ديال السونتر حتى لسيد الحسن، وشوفوا البوطوات اللي في اليمين واليسر، غادي يعطيوكم الاخبار. هنا على اليمين كنهبطوا لجهه البحر، وعلى اليسر شارع مولاي رشيد. واجي وتشوفوا الطريق اللي هضرنا لكم عليه، وتقدروا ديروا جوله خاصه وغادي تاكدوا من صحه الكلام اللي كنهضروا عليه ديال الاناره العموميه بشارع الحسن الثاني. اقسم بالله العلي العظيم، لا ما فهمتش المسؤولين اللي تعاقبوا على المدينه واش ما كيخجلوش من نفوسهم. ملي كتلقى البوطو طايح، بولا ما كايناش،
عمود كهربائي طاير كله بقى فيه الطرف، وشي سنوات اقسم بالله العلي العظيم كاين البوطو اللي في عمره فوق 10 سنين في حاله كارثيه، ولا التفاته ولا التفاته، اكثر من علامه استفهام تطرح. لا نعود في الموضوع، الوضع الكارثي. بارطاجيو معنا الفيديو باش ان شاء الله نشوفوا عما قارب الاشغال ونشوفوا مجموعه من الامور. الى هنا متتبعينا الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.